هذا بيعمل نقلة ضخمة جدا في الاستثمارات العامة. تتكلم ان صندوق سوف يسيطر على اكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الارضية. تتكلم ان صندوق سوف يقدر حجم ممتلكاته باكثر من 3% من الاصول الموجودة في الكرة الارضية. دولة الامارات مغرية. مغرية ليش؟ لانها فيها اقتصاد قوي على المستوى المنطقة والعالم. في صندوق استثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في المستقبل، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال. من شركات التكنولوجيا إلى الفنادق، ومن قطاع الطاقة إلى عالم الاتصالات والترفيه، عشرات المجالات تقتحمها صناديق الثروة الخليجية وتضخ بها مليارات الدولارات وتجني منها أرباحاً طائلة. في خارطة استثمارات لا تحصى تتوسع من الداخل إلى المحيط الإقليمي والدولي، تأسست صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائد الدخل وتحقيق عوائد منها تؤمن مستقبل الأجيال المقبلة. والآن أصبحت تلك الصناديق في قلب عملية تنويع الاقتصاد في دول كانت تعتمد على النفط كمصدر دخل رئيسي، والآن أصبح يشكل جزءا أقل من السابق فيما ازداد الدخل من القطاعات غير النفطية. ففي الإمارات، وبعدما كان النفط يشكل 90% من الناتج المحلي عام 1971، أصبح اعتماد البلاد حاليا على النفط أقل من 30%، فيما تساهم القطاعات غير النفطية بالنصيب الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها من أنجح دول الخليج في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. الاقتصادنا يعتمد بشكل كبير 70% على القطاعات الغير نفطية و 33% على القطاع النفطي. أما السعودية التي أطلقت رؤية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد، فتسعى لتقليص اعتمادها على النفط إلى نحو 30% بحلول عام 2030، بعدما كانت عائداته تشكل نحو 80% من إيرادات المملكة خلال 50 عاما الماضية. وفي الوقت الحالي تقترب مساهمة القطاع غير النفطي من 60% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وساهمت الإيرادات غير النفطية في تغطية 40% من حجم نفقات الحكومة السعودية، ما يعني تقدما كبيرا في خطط السعودية لتنويع اقتصادها خلال وقت قياسي. الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق. في نهاية 21 لما أقفلنا الدفاتر، الإيرادات غير النفطية غطت تقريبا 40% من الإنفاق. وفي قلب خطط تنويع الاقتصاد تأتي صناديق الثروة السيادية التي تستحوذ الإمارات على أكبرها وأكثرها ثراء وقوة. فالإمارات وحدها تمتلك 6 من أكبر صناديق الثروة. يأتي جهاز أبو ظبي للاستثمار في مقدمتها، وهو أكبر صندوق سيادي عربي، إضافة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومبادلة، وأبو ظبي القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار والشارقة لإدارة الأصول. ووصلت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية البالغ عددها 6 صناديق إلى 1.402 مليار دولار مع نهاية عام 2021 وفقا لإحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية. أمثلت الأصول المجمعة للصناديق السيادية الإماراتية ما يعادل 15% من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 9 تريليونات دولار، لتحافظ الإمارات بذلك على المركز الثاني عالميا والمركز الأول إقليميا من حيث قيمة أصول صناديقها السيادية. أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتخطت أصوله 670 مليار دولار عام 2021 ليصبح من بين أكبر صناديق السيادية عربيا وعالميا، ويسعى إلى رفع أصوله إلى أكثر من 1 تريليون دولار بحلول عام 2030. يمضي صندوق الاستثمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030. تمثل تلك الصناديق المحرك الرئيسي لتنويع الاقتصاد. في 2030 سوف يكون قائد الانفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية ليس بإذن الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة.
داخل المملكة تمتد استثمارات الصندوق لتشمل قطاعات كثيرة كالكهرباء والمرافق والبورصة والتعدين والاتصالات والبنوك. أما خارجيا فتمتد استثمارات الصندوق لاستثمارات كثيرة أبرزها صناعة السيارات الكهربائية والطاقة والفنادق وغيرها. وقريبا سيطلق صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر مشاريعه في المملكة، وهي شركة طيران الرياض الناقل الجوي الجديد في السعودية، وستبدأ أولى رحلاتها مطلع عام 2025، وهي أحدث مشاريع المملكة التي تأتي في إطار تحديث قطاع النقل الجوي وفق رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. This is a momentous day in the history of commercial aviation. The Crown Prince has pronounced the establishment of a new national carrier. وبشكل عام تقوم صناديق الثروة السيادية في الخليج بأكبر الاستثمارات وعمليات الاستحواذ في العالم، وتواصل النمو وتعزيز أصولها. من بين 60 صفقة ضخمة في عام 2022 حصلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على 26 منها، وكانت الصناديق السيادية في الخليج الأكثر نفوذا حول العالم خلال عام 2022 باستثمارات توزعت على مختلف القارات. تتحرك وفق استراتيجيات تركز على دعم اقتصاداتها المحلية أو تكوين الثروات للأجيال المقبلة. تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية، فمسؤوليتنا هي تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل.